بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الثالثة ابتدائي. نستأنف مع الصفحة رقم 70. عندنا في أول الصفحة كما نرى عندنا ليغ إسكزارسي قراءة وتمرن. في الفقرة إن شاء الله سنرى لا لاتخ أس. إذن عندنا أس ماجيسكول ثم أس مينيسكول، أس كبيرة ثم أس صغيرة، تماما كما في مثال كلمة سوغي. كلمة سوغي تعني فأرة. إذن كما نرى بأن كلمة سوغي تتضمن جوج ديال حرف أس، حرف ينطق وحرف في آخر الكلمة لا ينطق، كما هو الحال للكثير من الكلمات التي تنتهي بحرف أس التي تأتي في آخر الكلمة. طبعا الحال عندنا أس في الأخر ديال الكلمة التي لا تسمع ولا تنطق، تماما كما هو حال بعض الأحرف التي تأتي في آخر الكلمات ولا تنطق. مثلا حرف طي، مثلا حرف طي كما سنرى فيما بعد أنه يأتي في آخر الكثير من الكلمات ولا ينطق. إذن عندنا كلمة سوغي، كلمة سوغي عندنا أس تنطق وأس لا تنطق. لو بخومي باغاف كيسكونا في أول الفقرة ماذا عندنا؟ جو غوتخوف إي جو لي لا فخاز دو تكست دو لا باج 69. أنا أجد من جديد وأنا أقرأ الجملة من نص صفحة 69. جو غوتخوف يعني أنني أجد للمرة الثانية. أشنو المقصود هنا؟ المقصود أنني خاصني نبحث أولا باش نعاود نوجد. إذن جو غوتخوف إي جو لي لا فخاز دو تكست دو لا باج 69، يعني أنا أجد من جديد وأقرأ الجملة الموجودة بطبيعة الحال في نص الصفحة 69 التي رأينا فيما سبق. كوم نو لو فويون أون لا تخوا فخاز، كما نراو عندنا ثلاثة جمل. لا بخوميييغ فخاز، لا فخاز أ، لا طور تي أوس لي زيبول، السلحفاة تهز الكتفين. لا دوزيام فخاز، لا فخاز ب، لو لابا أوس لي زيبول، الأرنب يرفع أو يهز الكتفين. لا تخوازيام فخاز أو بيان لا فخاز سي، لا شات أوس لي زيبول، القطة تهز ترفع الكتفين. فوالا لو تكست. اون فوا فوار لكيل دي تخوا فخاز، لكيل دي تخوا فخاز اي كومبريز دون سو تكست. إذن سنرى أي الجمل السابقة الثلاث متضمن في هذا النص. النص الذي عندنا ايكو دودو دي لا تورتي اون فين كورس. سي تو اريف لو بخومي لا سالاد سورا بور توا، سي تو اريف لو بخومي لا سالاد سورا بور توا، لو لاباس لي زيبول اي سون فا. إذن عندنا الجملة الموجودة هي لو لابا اوس لي زيبول اي سون فا. إذن الجمل التي رأينا لا تورتي اوس لي زيبول، لو لابا اوس لي زيبول، لا شات اوس لي زيبول. إذن الجملة الصحيحة هي لو لابا اوس لي زيبول، يعني أن الأرنب يهز الكتفين. لا فخاز كومبريز دون لو تكست سي لا فخاز، سي لا فخاز بي. إذن الجملة المتضمنة في النص هي الجملة بي. نو باسون او دوزيام باراغراف. Je lis les mots classés dans le tableau. أنا أقرأ الكلمات المرتبة في الجدول. Je lis les mots classés dans le tableau. إذن كما نرى بأن الجدول مقسم إلى قسمين. هناك جهة تتضمن كلمات تكتب بأس واحدة، والجهة الثانية تتضمن كلمات تكتب بدوبل أس أو بيان دوز أس، يعني أنها تكتب بأس مكررة. Nous prenons la partie gauche du tableau. نأخذ الجهة اليسرى من الجدول. هنا إن صلاد، إن صلاد، ثم إن فيست، إن فيست، ثم عندنا صال، صال، ثم إن سوري، إن سوري، ثم إن كورس، ثم إن كورس. Nous passons à la partie droite du tableau. نمر إلى الجهة اليمنى من الجدول. إذن عندنا الكلمات المتضمنة هي دي شوسيغ، دي شوسيغ، ثم إن طاس، إن طاس، أيضا جو غاماس، جو غاماس، هذا لفاف غاماسي، غاماسي يعني جمع أو التقط. أيضا عندنا إلوس، إلوس يعني هو يهز، طبعا الحال سي لفاف أوسي يعني هو فعل هزة أو رفع. أيضا جو باس، سي لفاف باسي يعني مرة أو ماذا. جو باس يعني أنا أمر، جو باس يعني أنا أمر. نو باسون أو تخوازيام باراغراف. نمر إلى الفقرة الثالثة. جونتون أو جونونتون با أس، أنا أسمع أو أنا لا أسمع أس، لو سون أس يعني صوت أس. سي نو برونون لا بخوميييغ إيماج، إذا أخذنا الصورة الأولى كيسكو سي،
Qu'est-ce que c'est? C'est une veste. Alors, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son S? Elle ne se met pas le son S. Bien sûr, quand on prononce le mot veste, on entend le son S. عندما ننطق كلمة vest, أننا نسمع صوت S. Nous prenons la deuxième image. نأخذ الصورة الثانية. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Alors, quand on prononce le mot voiture, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son S? إذا عندما ننطق كلمة voiture, هل نسمع أو لا نسمع صوت S؟ Bien sûr, avec la prononciation du mot voiture, on n'entend pas le son S. يعني مع نطق كلمة voiture, أننا لا نسمع صوت S. Nous passons à la troisième image. نمر إلى الصورة الثالثة. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaussures. يعني هم أحذية. أو نقول c'est une paire de chaussures. هو زوج من الأحذية. نقول c'est une paire de chaussures. يعني هو زوج من الأحذية. أو نقول ببساطة ce sont des chaussures. Alors, quand on prononce le mot chaussure, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son S? Elle ne se met ou elle ne se met saut S. Bien sûr, avec la prononciation du mot chaussure, on entend le son S. يعني مع notre calimette chaussure, أننا نسمع صوت S. Nous passons à la quatrième image. نمر إلى الصورة الرابعة. Qu'est-ce que c'est? C'est une salade. Alors, quand on prononce le mot salade, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son S? عندما ننطق كلمة salade, هل نسمع أو لا نسمع صوت S? Quand on prononce le mot salade, on entend le son S. Quand on prononce le mot salade, on entend le son S. عندما ننطق كلمة salade, أننا نسمع صوت S. Et de la même façon, on pose la question pour la cinquième image. نطرح نفس السؤال حول الصورة الخامسة. Qu'est-ce que c'est? C'est une souris. يعني هي فأرة. Alors, est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son S? Est-ce qu'on entend ou on n'entend pas le son S? هل نسمع أو لا نسمع الصوت S? Bien sûr, quand on prononce le mot souris, on entend le son S. عندما ننطق كلمة souris, أننا نسمع الصوت S. Nous passons au quatrième paragraphe. نمر إلى الفقرة الرابعة. Je trouve l'étiquette qui va avec l'image. أنا أجد الاتيكيت يعني الملصقة qui va avec l'image التي تسير مع الصورة. إذا si nous prenons la première image, qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est? C'est une souris. Alors, où est l'étiquette qui va avec cette image? أين هي الملصقة التي تسير مع هذه الصورة؟ C'est l'étiquette C. يعني هي الملصقة C. Nous passons à la deuxième image. Qu'est-ce que c'est? نمر إلى الصورة الثانية. ما هذا أو ما هذه؟ Qu'est-ce que c'est? C'est une veste. Alors, où est l'étiquette qui va avec cette image? أين هي الملصقة التي تسير مع هذه الصورة? C'est l'étiquette D. يعني هي الملصقة D. Nous passons à la troisième image et on pose la même question. ونطرح نفس السؤال. Qu'est-ce que c'est? C'est une salade. يعني هي سلطة. Alors, où est l'étiquette qui va avec cette image? أين هي الملصقة التي تسير مع هذه الصورة? C'est l'étiquette B. يعني هي الملصقة B. إذن كما نرى, une salade. Nous prenons la dernière image. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des chaussures. يعني هم أحذية. أو كما قلنا فيما سبق, c'est une paire de chaussures.
يعني هي زوج أحذية. والتيكيت كيفا افيك ست ايماج، والتيكيت كيفا افيك ست ايماج، أين هي الملصقة التي تناسب هذه الصورة؟ إذا سي لي تيكيت ا، سي لي تيكيت ا، يعني هي الملصقة ا. إذا نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.